لماذا لا يزال مطار الريان مغلقاً أمام المواطنين رغم مرور 3 سنوات منذ تحريره؟ مطار الريان بالمكلا مغلق أمام المواطنين، مفتوح لطائرات الإمارات ومواليها. أين الرئيس هادي والمحافظ البحسني ووزير النقل من معاناة أبناء المكلا والمناطق المجاورة؟ أهلا بكم. تعالت أصوات المواطنين والناشطين في مدينة المكلا شرق البلاد لفتح مطار الريان المغلق منذ قرابة 3 سنوات. وخلال العام الماضي كان المحافظ البحسني قد أطلق وعودا بفتح المطار للخدمة قبل حلول نهاية العام، لكن العام انتهى ودخلنا العام الجديد ولم يتم فتح المطار الذي يقدم خدماته لسكان مدينة المكلا والمدن المجاورة لها. يقول ناشطون إن الإمارات هي من تمنع استئناف فتح المطار بقرار سياسي، وليس كما يقول البعض إنه بسبب عدم الجهوزية الفنية للمطار. هذا ويشهد المطار حركة لطائرات إماراتية من وإلى المطار بصورة غير منتظمة، ما يجعل السؤال يعاود الطرح: لماذا حرام على المواطن اليمني حلال لغيره؟ مطار الريان في المكلا، المطار المغلق أمام أبنائه المفتوح أمام الإماراتيين. 3 سنوات منذ أن تم تحرير مطار الريان من سيطرة تنظيم القاعدة في المكلا، وحتى الآن لم يستأنف تشغيل المطار رغم الوعود المتكررة من قبل السلطات المحلية في المحافظة. نشطاء من أبناء المكلا يقولون إن عدم تشغيل المطار حتى الآن يعود لأسباب سياسية تقررها أبو ظبي، بدليل أن المطار يستقبل رحلات لمسؤولين إماراتيين وسعوديين، كان آخرها زيارة السفير السعودي الجابر والسفير الأمريكي للمكلا نهاية العام الماضي، بالإضافة لشخصيات يمنية مقربة من الإمارات مثل خالد بحاح النائب السابق لرئيس الجمهورية والشخصية المعارضة للشرعية حالياً. استمرار إغلاق المطار يتسبب بأزمة إنسانية حقيقية في المكلا والمدن المجاورة لها. يضطر المرضى الراغبون في السفر للخارج إلى قطع مسافة 5 ساعات أو أكثر للوصول إلى مطار سيئون، هذا فضلاً عن الطلاب والتجار الذاهبين أو العائدين إلى أرض الوطن. مطار المكلا، مطار صنعاء والحديدة وتعز، كلها مطارات معطلة وتقع تحت سيطرة قوات خارج القانون. كان اليمنيون يأملون في التوصل لاتفاق فتح مطار صنعاء في مشاورات السويد، غير أن الحوثيين رفضوا فتح المطار كمطار محلي، وهو ما سبب استمرار معاناة المواطنين الساكنين في مناطق سيطرة الحوثي واضطرارهم للسفر برا ومواجهة صنوف المعاناة لساعات طويلة. الرئاسة والحكومة الشرعية مسؤولون أمام المواطنين في حضرموت عن استمرار إغلاق مطار الريان، حتى وإن كان القرار الفعلي بيد المندوب السامي الإماراتي، فإن ذلك لا يخلي المسؤولية القانونية عن الحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية في المحافظة. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساك يا أخت مايسة ومساء مشاهدي قناة بلقيس. آسيا أهلا بك. 3 سنوات منذ تأمين مطار الريان أستاذ ياسين عفوا ولا يزال مغلقا بقرار من الإمارات، ومع ذلك يسافر الضباط الإماراتيين والشخصيات الموالية للإمارات. برأيك لما لم يتم معاقبة يعني بهذا الشكل يتم معاقبة المواطن البسيط وحرمانه من خدمات المطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إغلاق مطار الريان هو واحد من مظاهر الاستفزاز غير المحتمل وغير المقبول من جانب الإمارات، والذي تمارسه منذ أكثر من 3.5 سنوات منذ أن بدأ التدخل العسكري الإماراتي السعودي. أنا أعتقد أن هذا يعني الإغلاق، إغلاق المطار في وجه المواطنين الذين يعانون فعلا من مشقة كبيرة في الحصول على حق السفر، وخصوصا السفر الاضطراري، وهي مشقة طبعا يتقاسمها تقريبا كل اليمنيين، اليمنيون في صنعاء، اليمنيون في عدن، اليمنيون في المكلا، اليمنيون في وادي حضرموت، بسبب أن حتى المطارات المفتوحة للأسف الشديد ليست هناك خطوط دولية تصل إليها. اليوم الأسطول، الخطوط الجوية اليمنية التي تشتغل عبر هذه المطارات لا تزيد عن 2 أو 3 طائرات، بالإضافة إلى طائرتين خاصتين كل واحدة منها تمتلك طائرة أو طائرتين فقط.
لكن المشكلة خاصة بالنسبة للريان، ممنوع وأقفل في وجه المواطنين، وتحول طيلة الفترة الماضية إلى معتقل، وعندما قرروا تشغيل هذا المطار تحول إلى أحد يعني مظاهر الدعم اللوجستي الذي يقدم للقوات الإماراتية وللمشتغلين ضمن المشروع الإماراتي من قادة عسكريين وسياسيين. وقد ترددت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المطار على سبيل المثال من كثرة ما يستخدمه بحاح الذي تكثر زيارته إلى محافظة حضرموت، يقول مطار بحاح. المشكلة اليوم أن الإمارات تمارس هذا الانتهاك الصارخ للسيادة اليمنية، وهذا الانتهاك بطبيعة الحال متعدد الأبعاد. في سقطرى يأخذ شكل محاولة مباشرة للاستيلاء العسكري على هذه الجزيرة، ومحاولة ربط أبنائها بالهوية الإماراتية المستحدثة. في حضرموت هناك إغلاق لمطار أصيل، مطار رئيسي، مطار مهم جداً، ويوجد في واحدة من أهم المحافظات اليمنية. هذا المطار كان أحد المطارات الدولية اليمنية، بمعنى أنه كان يشغل رحلات دولية، وكان هناك رحلات دولية تصل إليه بشكل مباشر. لا أدري ما هو الهدف وراء قرار الإمارات إغلاق هذا المطار. طبعا الهدف الأساسي في تصوري والموضوعي والذي يمكن قبوله في هذه المرحلة هو أن الإمارات تمارس سيطرة مباشرة على الأراضي اليمنية، وتمارس نفوذ خاص على المحافظات الجنوبية، ولا تريد أن تستعيد الدولة اليمنية عافيتها، ولا المؤسسات ولا المرافق دورها الأساسي في خدمة المواطن. إذن دعنا نستمع لرأي ضيفنا الذي سينضم معنا عبر سكايب، الأستاذ عمر بن هلابي، الناشط السياسي من كندا. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور أختي ياسين. نعم، إذن يجد الأستاذ ياسين وهو ضيفنا هنا في الاستوديو أن مبرر الإمارات للسيطرة على مطار الريان منذ 3 سنوات منذ يعني تأمينه هو فقط فرض سيطرتها بالكامل على المطار، وإخلاء مسؤولية الحكومة من التحكم بشكل مباشر بالميناء وعفوا بالمطار وبقية المؤسسات. ما رأيك أنت؟ حقيقة هناك يعني هذه من الأخطاء الجسيمة اللي يرتكبها التحالف ويرتكبها الشرعية في نفس الوقت. مطار الريان أو حضرموت بشكل هناك سياسة ممنهجة لعزل حضرموت، أو لمحاولة لعزل حضرموت منذ ما قبل الحرب هذه. مطار الريان هو مطار موقع جد، مطار ممتاز، من المفروض أن يكون مطار رئيسي ومطار دولي، لأن حلقة بين الشرق والغرب، مطار ساحلي يسهل فيه الهبوط وصعود الطائرات بجميع أنواعها. ولكن كان هناك ولا زال هناك فيتو من كل الحكومات من عهد علي عبد الله صالح والآن، والآن جاء الإمارات للأسف ربما لديهم بعض التقارير الخاطئة التي بها، وهم يسعون لنفس سياسة عزل حضرموت عن محيطها، عزل حضرموت عن أن تكون رائدة في اليمن وفي المنطقة. مطار الريان هناك سياسة ممنهجة لعزله منذ زمن طويل، حكاية أنه الآن المطار غير جاهز أو كذا، هذه أنا صحيح، لأنه حسب معلوماتي أن المطار لم يصب أثناء الإرهابيين سيطروا على عاصمة المحافظة. لا، أثناء الحرب عندما بدأ التحرير المكلة من القاعدة ومن قوات ومن الإرهابيين، جاء المنطقة نفسهم في شحير إلى حماية المطار، حماية معداته، حماية، ودليل جدا يعني، ودليل أن جميع القوات تستخدمها بما فيه نزل في المطار بن دغر، نزل في المطار بحاح مثل ما ذكر الأخ، رايح جاي على المطار. هناك زيارات حتى لفنانين كعيط من هاي من وصول حضرمية في المطار بشكل رسمي، والمطار ما في أي مشكلة. نحن نتساءل لماذا يغلق، ولماذا الشرعية صامتة أيضا في هذا الأثناء. نعم، ربما هذا السؤال من المحافظين السابق. نعم، ربما هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن يوجه، لما تصمت الشرعية على ما يحدث. أنقل هذا السؤال لضيفي هنا أستاذ ياسين، برأيك يعني
ما السر وراء صمت الشرعية؟ لما يحدث في أكثر من موقف، ربما يعني مطار الريان ليس الوحيد من المواقف التي تثبت فيها الإمارات مرة بعد أخرى أنها يعني تريد النفوذ والسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة وأجهزتها؟ هذا السؤال يطرح مع كل واقعة من الوقائع التي يشعر فيها اليمنيون أنهم مستهدفون في كرامتهم وفي سيادتهم الوطنية. السلطة الشرعية بطبيعة الحال خلال الفترة الماضية تعرضت لضغوط كبيرة والاحتواء كبير والابتزاز واضح، لكن أيضا السلطة الشرعية لم تستخدم أوراقها بكفاءة عالية، سلمت الأمر للتحالف، ليست لديها خيارات مستقلة حتى هذه اللحظة، حشرت في زاوية ضيقة، والأمر أيضا مرتبط بالانتهازية التي مارسها التحالف وبالخيانة والخديعة التي مارسها التحالف عندما جاء لإعادة الشرعية ثم عمل بشكل مثابر على احتواء هذه الشرعية وعلى تحييدها وتحييد نفوذها وتجفيفه من الجغرافية اليمنية. العلاقات الشرعية بالإمارات توترت في مرحلة ما ووصلت إلى الأمم المتحدة على خلفية الاعتداءات السافرة للإمارات في جزيرة سقطرى، لكن الإمارات ارتدت على هذه الشرعية فأقالت رئيس الوزراء السابق واحتوت الحكومة الحالية، يعني أبقت على الرئيس هادي في الرياض. هناك مواقف واضحة من رموز الشرعية التي تشكل نوع من الممانعة لسياسة الإمارات، لم تقبل بذهاب وزير الرياضة إلى الإمارات، وقبل ذلك لم تقبل به العودة إلى عدن. هذه الممارسات بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لم تظهر السلطة الشرعية ما يجب أن تظهره وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية والوطنية الممنوحة لها في هذه المرحلة العصيبة. الإمارات يعني تستمر في انتهاك هذه السيادة وستبقي على هذا المطار مغلقا في وجه المواطنين، وستبقيه مفتوحا فقط لاحتياجاتها العسكرية وللفريق اليمنيين المرتبطين بها وبمشروعها والذين لا يكفون عن الزيارات والتنسيقات والتصريحات التي تهدف إلى تمكين الإمارات ونفوذها ولتشويه كل صوت يمكن أن يقف وكل موقف سياسي شريف يمكن أن يعترض مهمة الإمارات في اليمن. نحن في معركة حقيقية تتعلق بالسيادة اليمنية. السلطة الشرعية كما قلت لك محشورة في زاوية ضيقة في الرياض، وجزء من هذه السلطة بات مرتبطا بالأجندة الإماراتية، الذين أظهروا يوما ما موقف معارض لنفوذ الإمارات وسياساتها باتوا اليوم لا أدري ما هي الورقة السحرية التي حولتهم 180 درجة ليصبحوا جزءا أو أدرعة إماراتية خالصة في جسد السلطة الشرعية. نحن أمام معضلة حقيقية تتعلق بكيفية إدارة السلطة الشرعية لهذه الدولة ومدى تمسكها فعلا واطلاعها بالأمانة التاريخية والدستورية الملقاة على عاتقها. نحن لا نريد أن نخون أحد، لكن نقول بأن على السلطة الشرعية ألا تفقد أوراقها، على السلطة الشرعية ألا تفقد خياراتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجودها وبسيادة اليمن واستقراره وبالنفق المظلم الذي تحفره الإمارات لليمنيين وتدخلهم فيه شيئا فشيئا حتى أنهم لا يكادون يرون شيء من معالم المستقبل. إذن أستاذ عمر، يعني تحدثت فيما سبق حول أهمية مطار حضرموت بالنسبة لأنه يربط الشرق بالغرب كما قلت، وأيضا لموقعه الساحلي، سهولة هبوط الطائرات، ولكن دعني أسألك أيضا ما الذي يمثل هذا المطار بالنسبة للمواطن الذي يعيش في حضرموت والمدن القريبة من هذا المطار؟ كيف يمثل أهمية بالنسبة لهم؟ مطار الريان هو شريان الحياة بالنسبة لأبناء حضرموت. أول شريان التواصل مع الخارج، هناك مرضى، هناك عجزة، هناك مغتربين بشكل كبير، نسبة كبيرة جدا من المغتربين أبناء حضرموت كانوا يعني يتعبوا في التنقل والوصول إلى حضرموت، لأن كان حتى يعني هو قبل الآن لابد أن يعودوا عبر صنعاء أو عبر عدن للوصول، هي رحلة واحدة اللي هي اليمنية كانت تصل إلى المكلا. للأسف يعني كما المطار مهم لأبناء حضرموت، نحن ولا نطالب بفتح هذا المطار أو إعادة فتحه، بل لازم نطالب ونطالب يكون هذا المطار الدولية الرئيسية في اليمن، لأن لموقعه الاستراتيجي ولأهمية
صلاحيته كصلاحية للهبوط وللاستخدام الدولي، ولكن أعرف لماذا الفيتو دائما يوضع من جميع الفئات ومن جميع البوليس. التحالف اليوم التحالف في حدود 3 سنوات وهم مصير مطال، ما هي الإقلاق؟ لماذا؟ لأن مثلا المحافظ السابق أحمد بن بريك وعد بأن يفتح خلال أسابيع، من ثم الآن الأخ المحافظ وعد بنفس الشيء، والأدهى من هذا أن الأخ الشيخ في ديسمبر 2017 وعد يفتح قارب أن الرحلات ستكون هي طيران الاتحاد الإماراتي، وإلى أكثر من نرى شيء كل شيء هذا الوعد أبطهم أبناء رابطنا مع الأخوة في الإمارات ترابط قوي جدا منذ القدم حضرموت قريبين وكبيرة جدا رايحة جاء، لكن الآن يعزل أو تحاول هو عزلة وفقط إغلاق المقر وإغلاق المنافذ. هذه الأمور أبناء حضرموت يطالبوا إيضاح لماذا التحالف لا يقتنع بشكل لنقترح عليهم الآن أن يوروه المطار أين وصلت الإنشاءات. هذه الإنشاءات حسب معلوماتي أنها صالتين صغيرة لا ترغى أن تكون غرفتين وحمام مثل ما يقول. الأجهزة يمكن تترتب في حدود أسابيع. الآن حوالي 3 سنوات ونحن منتظرين فتح، لا إجابة، الكل وعد، الكل يدعي لبناء مطار أو لتجهيز المطار، ولكن على الواقع لا توجد أي نتيجة. نعم. أرض الواقع تقول أن القرار هناك قرار سياسي أو قرار. نعم، وهذا ما هو واضح خاصة. نعم، خاصة وأن المطار يستقبل العد يعني بعض الرحلات الخاصة لنقل. إذا هناك وعود قبل عام أو في نهاية العام 2017 بفتح المطار أمام المواطنين، ولكن لم يتم الإيفاء بهذه الوعود كوعود التحرير ووعود تسليم الدولة بالشكل الكامل للحكومة وتمكين الحكومة أيضا من أعمالها على الأرض. برأيك يعني لمصلحة من يتم عرقلة يعني عودة المطار إلى وضعه الطبيعي وغيره أيضا من المنافذ الحيوية؟ هذه هي الأجندة الإماراتية السيئة بطبيعة الحال، عندما يعد المسؤولون اليمنيون ويكتشفون أنهم ليسوا أصحاب القرار الحقيقيين في مسألة سيادية على وجه الخصوص. حتى المطار هذا أنا أعتقد أنه ليس من صلاحية محافظ حضرموت، هذا من صلاحيات رئيس الحكومة، من صلاحيات وزير النقل، يعني صلاحية سيادية، لأن هذا المطار يتبع أصلاً الهيئة العامة للطيران، والهيئة العامة للطيران هي مصلحة اتحادية. حتى في نظام الحكم الفيدرالي، حتى في نظام الحكم الفيدرالي هذا النوع من المرافق تتبع الصلاحيات الفيدرالية، والهيئة العامة والهيئات إجمالا هذه لها يعني دائما تستقل عن السلطات المحلية في إدارة المرافق السيادية. الإمارات التي تدعي والتي حولت إلى الريان إلى أو مطار المكلا إلى معتقل سري لتغييب وتعذيب وقتل من تدعي أنهم عناصر متطرفة بينما هم سياسيين مخالفين لمشروعها ومتنبهين ومتيقظين لخطورة مشروعها، هذه الإمارات التي تذرع بأنها تكافح الإرهاب في محافظة حضرموت لم توقف العمل في ميناء المكلا عندما كان تنظيم القاعدة يسيطر والمدة عام كامل على المكلا، ولم يكن أحد يتحدث عن ميناء المكلا، كان ميناء مفتوحا، وكانت المناولة البضائع تمشي على قدم وساق، وكان تنظيم القاعدة يستوفي الرسوم الجمركية لصالحه، وكانت الأمور ماشية يعني على ما يرام. لكن اليوم عندما تعاد المكلا إلى سيادة الدولة اليمنية
وعندما تعود هذا يفترض أن المطارات والموانئ والمرافق السيادية ومنصات تصدير النفط ومنصات تصدير الغاز، كل هذه الأمور تصبح تحت السيادة المباشرة للحكومة اليمنية وتعمل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، من أجل إعادة تطبيع الحياة، من أجل أن يشعر الناس بأن تحولا قد حدث بسبب هذا التدخل العسكري للتحالف، إذا افترضنا أنه تحالفا أخويا. لكن هذا التحالف اليوم يمشي في طريق مختلف تماما. الإمارات تركز على المحافظة الجنوبية وموانئها وعلى مضيق باب المندب، تريد أن تمارس نوع من النفوذ تحت وهم الوهم الأمبراطوري الذي يسكن عقل محمد بن زايد الشخص القوي في أبوظبي، والذي يتحكم بكل الإمارات العربية المتحدة، وقراره يمضي على الجميع في تلك الإمارات، على الرغم من أنها نظام فيدرالي يفترض أن كل إمارة لها صلاحيات مستقلة. الإمارات تعمل على قدم وساق من أجل احتواء واقتطاع أرخبيل سقطرى. المملكة العربية السعودية ذهبت إلى المهرة، وهي اليوم تخوض معركة مع مواطني المهرة، وتتواجد بشكل عسكري كثيف في هذه المحافظة، وهو وجود غير مبرر ولا يمكن فهمه في هذه المرحلة، على الرغم من أن هذه المحافظة بعيدة عن المواجهة العسكرية وليست خطيرة للغاية، وكان يمكن أن تستعيض عن ذلك بتقوية دور الشرطة الموجودة وخفر السواحل إذا كان هناك مخاوف تتعلق بالتهريب. إذن نحن أمام أجندة احتلالية في حقيقة الأمر، أجندة تمشي على النقيض من الإدعاءات المعلنة والتي تقول أن هذا التحالف جاء لمساعدة السلطة الشرعية ولدحر الانقلاب. اليوم الانقلاب أعتقد أنه يأتي في مرتبة متأخرة في قائمة ولائحة الأعداء المفترضين للإمارات والمملكة العربية السعودية. للأسف الشديد ستظل عقدة مطار الريان يعني حاضرة في قلب المشهد اليمني، كما هو عقدة المطارات الأخرى التي اليوم الإمارات تسعى وعبر عملائها وأدواتها لإظهار أن وادي حضرموت الذي يوجد فيه مطار سيئون، وهو المطار الوحيد المفتوح في محافظة حضرموت والجنوب للرحلات التي يمكن أن يستخدمها اليمنيون من كل المحافظات، تحاول أن تشيع فكرة أن هناك اضطرابات أمنية وهذا يقتضي تدخل النخبة الحضرمية في هذا الوادي. الهدف هو يعني السيطرة ووضع اليد على هذا المطار، مع أنه إذا سألت من الذي يقتل الناس في عدن، لماذا الأوضاع الأمنية مضطربة في عدن على الرغم من وجود الأحزمة الأمنية العميلة للإمارات، ومع ذلك يمارسون في الإدعاء بأن الأمر مضطرب في حضرموت لاعتقادهم بأن هناك قوات أجنبية وقوات محتلة تسيطر على وادي حضرموت، عيونهم على كامل محافظة حضرموت ويريدون حتى الوصول على تخوم المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن هذه واحدة من القضايا التي تثير إشكاليات حتى في إطار العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات. إذن يعود إلينا الأستاذ عمر، ولكن هذه المرة عبر الهاتف. أستاذ عمر، يعني المواطنون اشتكوا كثيرا من إغلاق المطار في وجوههم، وهناك تعليقات كثيرة من ناشطين ومن إعلاميين حول هذا الأمر، مدى معاناة الطلاب، المرضى، من يريدون الاستفادة من هذا المطار. برأيك كيف يمكن يعني تلافي استمرار هذا التعطيل في وجوه المواطنين، وكيف يمكن الضغط ليتم فتحه من جديد؟ والله كيف يمكن إعادة فتح المطار؟ هذا السؤال اللي نحن نسأله كأبناء حضرموت. نوجه هذا السؤال للشرعية ممثلة بداية، باعتبار أنها هي من تدير البلد وهي من أحضرت التحالف. نحن مع التحالف مع الإخوات الإمارات والمملكة العربية السعودية من أجل محاربة المشروع الفارسي والتمدد الفارسي في أرض العرب، وهذا تحالف لا رجعة فيه. وفعلا نحن اول من انتصر هو نحن في المناطق الجنوبيه من عدن الى المهره، واخرج وافشل هذا المشروع هناك وسيستمر حتى اسقاط المشروع نهائيا. ولكن بما ان الشرعيه هي المسؤوله عليها ان تجيب على هذا السؤال، لماذا يغلق مطار الريان الى الان؟ لماذا يعاني ابناء حضرموت في الخارج؟ لماذا يعاني المرضى في الداخل ولا للانتقال الى الخارج عبر مطار رئيسي ومهم في الجمهوريه، وخاصه في هذه الظروف؟ ايضا للاخوه في التحالف بشكل خاص، الاشقاء في الامارات وعدوا على لسان الاخ الشيخ محمد بن زايد بشكل واضح في ديسمبر كما ذكرت 2017 بانه سيفتح المطار، وانهم يرحبوا بان تكون اول الطائرات هي الخطوط الاماراتيه، وهذا كان بشرى لابناء حضرموت ان يبدا المطار يشتغل بشكل دولي. ولكن للاسف الوعود لا تنفذ. الاخ البحثني نفس الشيء، اكثر من مره وعد، وقبله بن بريك وعد اكثر من مره، ولا لا نسمع شيء، يعني نسمع جعجعه ولا نرى طحين مثل ما يقولون.
فنحن سؤالنا مثل سؤالك، لماذا يغلق المطار ويستمر إغلاق مطار الريان إلى الآن؟ إذا أردت أن نوجه مسؤولية على من يقع عاتق فتح المطار، يعني هل تجد أن الإمارات هي المسؤولة الوحيدة أم أيضا تشارك الحكومة في هذه المسؤولية؟ المسؤول الأساسي أمامنا نحن كيمنيين وكحضارة، حقيقة نحن في حضارة نتحمل المسؤولية. بداية الشرعية عليها أن تجيب على هذا السؤال بشكل واضح، إذا كانت لا تسيطر أو إذا كانت الإمارات أو هناك أجندات أخرى للشقاء في الإمارات، علينا أن نكون واضحين مع بعض. الشرعية هي من أحضرت الإمارات وليست الإمارات من أحضرت الشرعية، وعلينا الشقاء في الإمارات أيضا أن يجيبوا على نفس السؤال، إذا كان لديهم مبرر أمني أو مبرر للتحالف ومبرر لأجل مشروع محاربة الانقلاب في صنعاء، وهذا لا أعتقد أن هناك أي مبرر، عليهم أن يظهروه لأبناء حضرموت وأبناء اليمن أن هذه مبررات. إذا كان المبررات غير صحيحة لا ترقى لأن يقبلها المنطق، فنتساءل لماذا؟ إذا كانت الإمارات لديها بعض التقارير أو بعض الأجندات كما سمعت شخصيا من بعض يعني سفراء أحد الدول الكبرى حقيقة بصريح العبارة قال نحن نعلم بأن هناك عمل أو مشروع إماراتي لعزل حضرموت، لماذا؟ أنا أتساءل لماذا هذا العزل؟ يعني لماذا يريد عزل حضرموت بشكل خاص؟ إغلاق المطار يعتبر عزل لحضرموت، وفي سياسة العزل سواء تقوم به السلطة الشرعية أو تقوم به الإمارات أو التحالف، لا يجب أن تعزل حضرموت، يجب أن يفتح المطار لأنه سريان الحياة بالنسبة إلى حضرموت. إذا شكرا جزيلا لك عمر بن هلابي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من كندا. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني مسألة عودة فتح المطار وحديث الأستاذ عمر في حصار حضرموت بهذا الشكل، يعني نجد أيضا سوق قطرة أنها معزولة، حضرموت يراد لها أن تكون معزولة، شبوة أيضا، عدن، هل يراد لي يعني تحويل المناطق التي تعد محررة والتي يفترض أن تكون بنية جديدة للدولة المستعادة أن تكون مجرد كنتونات بسيطة يسيطر عليها مجموعة من الأحزمة الأمنية أو النخب المنتمية لهذه المناطق؟ نعم، هذا بالتأكيد، وهي ضمن استراتيجية معالمها واضحة، يعني هناك العزل الجغرافي هذا أحد ملامح هذه الاستراتيجية، تفكيك بنى المجتمع أحد ملامح هذه الاستراتيجية، التحريض مكونات المجتمع على بعضها وخلق فجوات نفسية بين مكونات المجتمع هذه أحد أيضا ملامح الاستراتيجية، محاولة إحياء حلم الانفصال لدى أبناء الجنوب بطبيعة الحال، على الرغم من أن مسألة الانفصال هي أجندة محل خلاف كبير داخل المحافظة الجنوبية، والإمارات تدرك ذلك، يعني ليس الجميع يقبل بصيغة اليمن الجنوبي الذي كان عليه الحال قبل 1990، ومع ذلك الإمارات تستخدم كل هذه الأوراق التي في نهاية المطاف تسهل عليها إمكانية احتواء جزء من الجغرافيا اليمنية وتفكيك هذه الجغرافيا وتحويلها إلى كيانات متصارعة وأخذ ما يمكن أخذه من هذه الجغرافيا، وخصوصا ما يتعلق بالمنافذ والموانئ والمطارات في المحافظات الجنوبية، وإبقاء اليمن إجمالا ساحة صراع وخصومات ومواجهات، بحيث تبقى الخيارات الاستحواذ على هذه الجغرافيا قوية ومتاحة لدى الإمارات ولدى المملكة العربية السعودية. أحد هذه المظاهر مثلا عندما تنظرين إلى سقطرة، المطار يعمل ولكن لا توجد طائرة يمنية تهبط إلا إذا استقلها مسؤول يمني، ومع ذلك عندما ذهب رئيس الوزراء على متن إحدى الطائرات، على متن الطائرة الرئاسية، قوبل برد فعل عنيف من الإمارات وقامت بإنزال عسكري، بينما هناك رحلات أسبوعية أو يومية تقريبا أسبوعية بين أبو ظبي وسقطرة ومطار سقطرة الدولي. المسألة واضحة الآن إنه الإمارات تريد هذا اليمن، تريد هذا الجزء من جغرافية اليمن، لها دوافع استراتيجية، لها دوافع اقتصادية، وبطبيعة الحال هي دائما تتذرع بالذريعة التي دائما تصدرها إلى الغرب، وهي ذريعة مقبولة، يعني اللي هي ذريعة مكافحة الإرهاب. اليوم الإمارات تزرع الإرهاب زراعة،
وتزرع أدوات الإرهاب زراعها. افترضنا أن الإرهاب هو الذي يروع المدنيين العزل، لا يوجد طرف في اليمن اليوم يروع المدنيين العزل ويغرس في نفوسهم الخوف أكثر من الأحزمة والنخب التي تطلقها الإمارات ككلاب مسعورة على المواطنين اليمنيين. انظري ماذا حل في مدينة في قرية الهجر في 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 مرخة في جنوب غرب شبوة، عندما تقوم قوات مسلحة باقتحام هذه القرية، أبناء هذه القرية يدركون ماذا تعمل، ما الذي تعمله هذه النخب، لكن تطلق الإشكالية أيضاً أن تنهش في الناس، تنهش في كرامتهم. شعار القاعدة أو الإرهاب كما يقال يعني هو الذريعة الأسهل بالنسبة للإمارات، بالنسبة للحوثيين، بالنسبة لمن يريد أن يقاوم يعني من يعارضه، فيرفع يعني مباشرة لوحة أنه يكافح الإرهاب، وهذا ربما الشعار الذي يقنع المجتمع الدولي أو الذي يرضيه نوعا ما. مثل يعني رفع هذا الشعار واستخدامه لممارسة كل ما يطيب لهم بهذا الشكل، كيف يمكن أن نصنفه؟ يعني الإمارات لحسن الحظ أن هناك منظمات حقوقية، وقبل ذلك كان هناك تقارير استقصائية من وكالات أنباء عالمية محترمة، الأسوشيتد بريس الأمريكية أجرت يعني تحقيقا استقصائيا للسجون السرية الإماراتية. هذا كان أول طرق لما حاولت الإمارات أن تخفيه تحت مبرر مكافحة الإرهاب. ثم تلتها تقارير استقصائية لمنظمات حقوقية، هيومن رايتس ووتش، ثم منظمة العفو الدولية. هذه التقارير وضعت الإمارات ودورها وما تقوم به في المحافظة الجنوبية تحت المجهر. تداعت التقارير الدولية والمواقف الدولية والضغوطات التي مارستها منظمة المجتمع المدني ومراكز صنع القرار في الغرب، والتي بدأت تتحدث عن الكوارث الناجمة عن التدخل العسكري للتحالف. صحيح أن جزء كبير وجه للمملكة العربية السعودية، وصحيح أن الإمارات أكلت الثوم بفم السعوديين، لكن أيضا هذه الإدانة المباشرة للتحالف دفع الإمارات لأن تقوم بهذه المحاولات المستميتة لإظهار أنها لا زالت شريكا في الحرب على الإرهاب دائما، حتى عندما تقوم بهذه العمليات التي نراها في شبوة وفي عدن وفي أبين، دائما تحاول أن تذكر المجتمع الدولي بأن مهمتها في اليمن ليس كما تعتقدون محاربة الحوثيين، بل محاربة الإرهاب، ودائما هي تقول هذا بوضوح، ودائما تتبنى مواقف وتتصرف بوقاحة إزاء السلطة الشرعية. نعم. وإزاء المكونات التي نعم اسمح لي أستاذ ياسين، يعني مع كل التقارير التي تحدثت عنها من منظمات حقوقية ومن وكالات أنباء عالمية ومن ضغوط أيضا حول هذه المسألة، إلا أننا نجد يعني أمام كل هذه التقارير لا نجد ردة فعل واحدة من الحكومة الشرعية، وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن هذه التقارير تدور في بلاد ليست تحت سلطتها. يا أخي يعني لو كانت حتى على مستوى جارة حدث بها ما حدث، يفترض أن تتحدث عما يعني يصدر من هذه الدولة، ولكن ولا كأن شيء يعني رد الفعل موجود، ولكن رد فعل سلبي. يعني للأسف الشرعية في مرحلة من المراحل كانت تدفع من قبل تحالف الرياض أبو ظبي لإصدار بيانات تكذيب. نعم. تكذيب لهذه التقارير، التقارير الصحفية، التقارير الحقوقية، أو للتقليل من شأن هذه التقارير الصحفية، وهذا تواطؤ لا يمكن فهمه إلا أنه تواطؤ، لأنه كيف لهذه السلطة الشرعية المجردة من أي إمكانية، المجردة من أي صلاحية، التي لم يعد لها وجود داخل الأرض اليمنية، كيف لها أن تقرر إذا كان هذه التقارير صحيحة أو خاطئة، ومع ذلك هي في مرحلة من المراحل أجبرت على إصدار بيانات من هذا النوع. إذن لو كانت صمتت لكان أفضل بطبيعة الحال، هو طبعا الصمت مدان، ولكن يعني وصلنا إلى حد أن نقول لو صمتت كان أفضل. هي لم تصمت، هي تحدثت وقالت أن هذه التقارير خاطئة. إذن السلطة الشرعية للأسف الشديد في الوقت التي تجرف وتهان وتحاصر وتضيق خياراتها أيضا تضطر للتغطية على هذه الممارسات الإنسانية والانتهاكات بحق الكرامة اليمنية وبحق السيادة اليمنية والتي تمارس من قبل
الإمارات العربية المتحدة. هذه الصرخات التي تصدر من سجن بير أحمد، هذه الصور التي رأيناها عندما يظهر السجناء وقد خيطوا أفواههم تعبيرا عن حالة اليأس التي سيطرت عليهم نتيجة هذا التجاهل. يعني العشرات المئات في هذه السجون موجودون هناك دون محاكمة دون مساءلة، يصرخون يطلبون المحاكمة ولأجل ومع هذا ذلك لا أحد يحاكمهم. أستاذ ياسين، يعني ما نقرأه في التقارير الدولية من بشاعة التصرف مع هؤلاء المسجونين وأساليب التعذيب السيئة للغاية، لاحظنا في وقت إعداد البرنامج أن الكثير يتخوف من ظهور عبر الهاتف عن الحديث، سواء عبر الهاتف أو عبر الأقمار الصناعية، ممن هم في الداخل سواء بعدن أو حضرموت. هل تعتقد أن الإمارات نجحت فعليا في تكميم الأفواه وإخافة الناس وإرهابهم من مجرد التحدث أو الاعتراض عما يحدث؟ هي نجحت في أنها ترسخ الفكرة التي يقال عنها بأنها دولة احتلال وليست دولة إسناد أخوي، لأنه إذا كانت دولة إسناد أخوي فلا يجب أن لا يخاف أحد. يعني الناس عندما اصطفوا خلف التحالف العربي لأنه جاء من أجل أن يساعدهم في دحر الانقلاب، لأن الانقلاب أصلاً هو ضد المشروعية السياسية القائمة وضد الدستور وضد القيم الديمقراطية، وبالتالي الانقلاب هو يفترض الذي يشكل التهديد أو مصدر التهديد الأول للحريات. ولكن الذي حدث الآن هو أن هذا التحالف بات أكثر بشاعة من الانقلاب نفسه. اليوم يمارس تكميم الأفواه ويسيطر على الشارع الجنوبي وبواسطة الميليشيات المسلحة أو شبه المسلحة التي ينشئها وتتبعه مباشرة وبعقيدة أمنية قذرة ولا وطنية، وهذه تشكيلة الكل يعلم أنها لم تعد تحت السلطة الشرعية. نجح أيضا في تكميم الأفواه من القادة السياسيين والمعلقين الذين قادتهم الظروف لأن تواجدوا إما في الرياض أو في أماكن أخرى، وحتى أولئك الذين يعتقدون أن حركتهم ممكن أن تشكل خطر عليهم لأن هناك نفوذ أمني للإمارات تمارسه عبر هذه التشكيلات. إذن نحن في وضع خطير جدا، نحن في مأزق حقيقي. عندما يفقد الإنسان اليمني حرية القول فهذه إدانة صريحة ومباشرة لهذا التدخل، واليوم نحن نقول آن الأوان لأن نرفع أصواتنا في وجه هذا التدخل السافر الذي يهدد كرامة اليمنيين ووحدة أراضيهم وسيادتهم. يجب أن المواطنون يجب أن يهبوا هبة واحدة في وجه هذا السلوك الاحتلالي الصارخ. إذن لا حكومة شرعية تتحدث، لا مواطنين يتحدثوا، يعني رغم 3 سنوات من تأمين المطار ومع ذلك لا نجد يعني تحرك من المواطنين ليوضحوا للعالم مدى المعاناة التي يعانيها لأجل المطار. أيضا النخب السياسية تعد صامتة لما يحدث. أستاذ ياسين، برأيك ما هي المسؤولية الملقاة حاليا على عاتق هذه النخبة في ظل كل هذا الصمت من جميع الأطراف؟ النخب السياسية للأسف الشديد جزء منها لديه أيضا مساحة للعبث، يعني لا زال يعتقد أنه يمارس يعني مسكون بعقلية ما قبل 2 أو 3 عقود، لا زال يصفي حساباته مع الطرف الآخر في ضمن هذه البيئة السياسية. الأحزاب السياسية والقوى السياسية المنضوية في إطار الشرعية ليست منسجمة، استدعت كل أحقاد الماضي، وهناك تمويل إماراتي سعودي لهذه الأحقاد واستثارة هذه الأحقاد، هناك استثمار لهذه التناقضات السياسية القائمة بين مكونات الشرعية السياسية والأحزاب القائمة والمساندة للسلطة الشرعية، تخوض معاركها وصراعاتها، وللأسف الشديد تتحمل هذه الأحزاب في مرحلة يعني في بعض مظاهر الأزمة اليمنية جزء من الأوساخ والقذارات التي ألقى بها التحالف على الجغرافيا اليمنية. هذه الصراعات وهذه المماحكات يعني وجدت فرصة للإمارات لكي تعبث كما يحلو لها، وجدت فرصة للسعودية لكي تعبث كما يحلو لها. هناك حوامل سياسية لهذا العبث ولهذه الأخطار ولهذه المهددات. هذه الحوامل السياسية هي هذه الأحزاب التي لا زالت تتصارع فيما الوطن يتسرب من بين أيدي اليمنيين جميعا. للأسف الشديد النخبة السياسية محبطة للغاية، لا تستطيع أن تشترح موقف من شأنه أن يضع التحالف أمام واقع جديد، من شأنه أن يوقظ هذا التحالف ويشعره بأن اليمنيين لا يمكن ابتلاعهم وأن الشعب اليمني لا يمكن ابتلاعه. يختلفون على بيان
على بيان تقتضيه المصلحة الوطنية، تقتضيه اللحظة الراهنة، يختلفون على هذا البيان فيضطرون إلى إصدار بيانات مختلفة. هذا يعكس طبيعة الاستقطاب وطبيعة التمويل المالي. للأسف الشديد الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة والسعودية تستغل فقر اليمنيين، تستغل حاجة النخبة السياسية إلى البقاء في ظروف آمنة، عندما هناك قادة سياسيين موجودون في الرياض، ومع ذلك التلفزيونات الرسمية في المملكة العربية السعودية تتبنى أو تبث برامج حوارية، جزء من هذه البرامج توجه رسائل سلبية للغاء ومهينة لهذه القوى السياسية، وتوجه اتهامات لأحزاب سياسية مصطفى مع الشرعية ومؤيدة لتدخل التحالف العربي، وتتهمها بالخيانة وتتهمها بالتآمر، وتحملها أوزار الإخفاق العسكري على الساحة اليمنية. هناك خطة ممنهجة لشيطنة الواقع السياسي اليمني والمكونات السياسية اليمني، وتحملها وزر هذا الإخفاق العسكري، مع أن الجميع يدرك أن التحالف هو الذي يخطط لأن تمضي الأمور على هذا النحو. نعم. لا حسم عسكري ولا أفق ولا حل سياسي ولا حتى هوية. هل يعقل أن يستمروا بهذه الأخطاء بهذا الشكل؟ ألم يدركوا بعد فداحة ما يقومون بعمل التحالف؟ يعني تعاملوا بهذه الأساليب، مدى انعكاس تعاملهم بهذا الشكل السلبي عليهم كدول وكتحالف أيضا ضد اليمنيين؟ لن يرعوا إلا عندما يدركون بأن الدعم الخارجي الذي يتلقونه من ترامب أو من القوى الغربية ممكن يجف هذا الدعم وهذا الغطاء العسكري الذي شجعهم على شعوبهم وشجعهم لكي يقوموا بتبني هذه الأجندة المدمرة إجمالا، يعني الثورة المضادة على سبيل المثال. عندما يتحول التدخل العسكري الإماراتي السعودي في اليمن إلى جزء من الثورة المضادة تستهدف احتواء التغيير في اليمن وإجهاض يعني إرادة اليمنيين ورغبتهم في التغيير وفي الحياة الحرة الكريمة الديمقراطية التعددية، يعني رغبتهم في أن يعيشوا في بلد مستقر وآمن ضمن شراكة وطنية وضمن سقف عالي من الحريات، هذا ممنوع عليهم. للأسف الشديد هذه الدول مستمرة أولا في تسفيه شعوبها وفي قمع شعوبها، وطبعا هذا القمع سينتهي في مرحلة من المراحل. اليوم ترامب تغريداته لا تتوقف عن الدول الغنية التي لا تدفع مالا، عندما يسحب قواته من سوريا، عندما انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه في سوريا، ألا تشكل هذه هزيمة سياسية وعسكرية للمحور الذي ادعى في مرحلة ما أنه يساند الشعب السوري؟ نحن في اليمن نشعر أن السعودية والإمارات تقود اليمن إلى سيناريو مشابه، في نهاية المطاف ستعمل على تنصيب نظام شمولي ديكتاتوري يحمل نفس سمات هذه الأنظمة وقذارتها وقبحها، ولكي تفرضه على اليمن استنادا إلى ما لديها من إمكانية مالية. لكن أنا أعتقد أن الشعب اليمني لا يمكن أن يسكت، القوى اليمنية قاتلت بما يكفي، اليمنيون دفعوا الكثير من التضحيات، وأعتقد أنهم اليوم اكتسبوا مناعة وطنية يمكن أن تدفعهم في وجه هذا المشروع التآمري، وسيفشل إن شاء الله. نعم. في السؤال الأخير أستاذ ياسين، برأيك ما هي مخاطر استمرار هذا الوضع؟ هناك مخاطر أولا على الواقع اليمني، يعني اليوم التحالف يدفع باليمن إلى المجهول، وهذا المجهول لا يهدد اليمن بمفرده، ولا يهدد خيارة اليمنيين، ولا يهدد كيان الدولة اليمنية، بل يهدد المنطقة بكاملها. يعني هل تستطيع السعودية في ظل هذا الضغط الدولي أن تدعي بأنه يمكن أن تواصل فرض سيطرتها أو البرية والبحرية والجوية على اليمن إلى ما لا نهاية؟ هل تستطيع الإمارات أن تستمر إلى ما لا نهاية في التحكم بمصير اليمنيين وأقدارهم؟ هل يمكن ألا تختلط الأوراق؟ هل يمكن ألا نرى قوى إقليمية ودولية تشعر بخطر هذه الأجندة السعودية الإماراتية، وهي أجندة يعني خطيرة جدا ومرتبطة بصفقات القرن؟ هل يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تظل صامتة حتى هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أنه اليمنيون قادرين على فتح آفاق، وقادرين على تقديم تضحيات إضافية من أجل الخروج من هذا النفق المظلم الذي وضعوا فيه، وحين يحدث ذلك أعتقد أن الارتداد ستكون خطيرة جدا على الأمن الإقليمي برمته، وعلى الأمن الذي تدفع السعودية والإمارات بكل إمكانياتهما لحمايته ضمن هذه الأنانية السياسية القطرية التي لا تقدر المآلات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.